أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج وجوه ثقافية. ضيفتي اليوم أعطت للأغنية العاطفية معنى وللفن الملتزم قيمة، أما الأغنية الوطنية فلا تليق إلا بنجمة تعرف المعنى الحقيقي للوطن، للفن والإبداع. هي اليوم من أبرز الفنانات في الساحة الموسيقية الجزائرية، رفضت كل التنازلات والإغراءات ولم تعتمد إلا على صوتها المختلف وأدائها الأخاذ، فصنعت اسما محترما ومشوارا لا يليق إلا بندى الريحان. صبية جزائرية تشبعت من أصول الطرب والثقافة الموسيقية الجزائرية المغاربية والعربية، فبدأت رحلة الإبداع وعمرها لا تجاوز 13 ربيعاً ليحتضنها عمالقة الفن الجزائرية شريف قرطبي، محمد بوليفة وغيرهم، لتخطو أولى خطواتها على درب التميز. وكغيرها من أهم الأصوات المتواجدة على الساحة الفنية اليوم، تخرجت أيضا من مدرسة ألحان وشباب قبل أن تبدأ مشوار الاحترافية بإصدار ألبوماتها الفنية والأغاني المنفردة. أنا إن شاء الله ديما أغاني من كل الطبوع، من العاصمي مروراً بشراوي والقبائلي وصولاً إلى الأغنية الطربية العربية واللهجة الخليجية. إحساسها الذي يلامس الروح كما تلامس قطرات الندى أوراق الورود وتتدلى عليها بكل شاعرية تجسدت في أغاني عاطفية كثيرة زينت مشوار ندى الريحان. وكما غنت للحب والغرام، غنت للمجتمع، للأم وللقضايا، فأبدعت في الأغنية الوطنية والفن الملتزم. غنوك غاضبي، غنوك أسفنا، غنوك أملينا، قدس سامحينا. غنوك غاضبنا، غنوك آسفين. في بداية مشوارها الفني مثلت الجزائر في البحرين، ليشكل ذلك الحافل نقطة تحول في تاريخها الفني، وإلى يومنا هذا لا تزال تشرف الجزائر بصوتها القوي في المحافل العربية. أغاني الشارات أو أغاني الجينيريك كانت أيضاً سراً من أسرار تميز ندى الريحان بأغاني مسلسلات كثيرة كالمشوار، الليالي البيضاء، وحب في قفص الالتهاب وغيرها الكثير. مشوار النجاح متواصل بمقومات وأسس صحيحة وبصوتها الأشبه بالريحان الملكي، ولأنها تحس وتؤمن أن كل كيانها سيتمجد في تاريخ فني آتي. هذا إذن الوجه الثقافي الذي سنتعرف على سر تميز ملامحها اليوم. مرحبا بك ندى بوجوه ثقافية وبقناة زير نيوز لأول مرة. الله يسلمك، شكرا على الدعوة. إحساس غريب أني أنا مش متعودة بزاف باش نشوف روحي يعني على التلفزيون، نشوف الأعمال تاعي، لكن اليوم أنا يعني أعطيت نبذة صغيرة لأنه في عندي أعمال كثيرة إن شاء الله نوع الجمهور، إن شاء الله المرة الجاية نجبد كامل التريزور اللي عندي مخبي في الدار باش يشوفوه. قعدت نشوف هكذا قلت يا سبحان الله، يعني شفنا مشوار كمتفرجة، يعني كمتفرجة قعدت نشوف الأعمال هذه، قعدت نشوف وقتاش درتها. تابعنا مشوار حافل بنجاحات والأغاني والأعمال مميزة جدا. ربما إذا طلب منك اليوم أن تعطي عنوان لهذا المشوار. هذا بداية، دائما نقول حتى بعد 20 سنة ولا 30 سنة ولا 40 سنة ولا طولنا ربي في عمرنا، دائما نقول
ما زلني في البدايتين. صحيح، ومشوار نجاح متواصل. ندى، ربما انه اليوم جيتينا مباشره من تصوير اجد كليباتك، حدثينا على هذا الاغنيه. اكيد، في عندي سينجل سجلته، ما عندي واحد 4 شهور، ودركا راني مع الكليب تاعو، لانه على بالك الان ما بقاش يعني انه باش نعملوا البوم 6 اغاني ولا 7 اغاني، وصدق دوكا سيتادير الموضه سينجل اغنيه وتعملها دعايه، هذا هو الصح. فخليتهم يعني مازالهم هما في الورشه راهم مع اللبس، وجيت للبرنامج، وان شاء الله يا رب العالمين. تراك الكليب عنده مكانه في الساحه الفنيه الجزائريه؟ اكيد، مش فقط في الساحه الجزائريه، في العالم العربي. في العالم العربي معروف، لكن في الجزائر هناك تقصير من الفنانين لتصوير كليبات. لا، مش قضيه هكذاك، الفيديو كليب يكلف اموال طائله، سيتادير كو الفنان لازم له دعم مادي، خاطش كاين كليب وكاين كليب. فنتمنى ان شاء الله انه يكونوا فيه، حتى ولو تعمل كليب يعني تحوس يعني على القنوات اللي باش تبثوا. فاصبحوا يعني لا ماجوريتي ما عادوش يعملوا لي كليب بزاف، يحطوا فقط لا بروموسيون تاع لا شونسون، ولكن الكليب انا بالنسبه ليا هو ستادير يبلغ الاغنيه اكثر من الدعايه اللي يحطوها على مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي. فنتمنى ان شاء الله يكون فيه دعم لكل فنان جزائري، لانه تعرف باش تعمل سينجل ولا باش تسجل البوم ولا باش تعمل كليب لازم مبالغ ماليه. اكيد، ندى، احنا باش تكون الجوده. فنتمنى ان شاء الله يكون دعم لهم ان شاء الله. احنا قلنا في التقرير انك من جيل العمالقه، بديتي مع العمالقه، وما هو الاختلاف بين الجيل القديم وجيل اليوم الموسيقيين في الجزائر؟ يعني انا ما جيت لا بين الجيل القديم ولا بين جيل، يعني جيت في وسطهم. البدايه تاعي كانت وانا كان عندي عمري 13 سنه، يعني بديت مع الجيل القديم. هذاك الجيل القديم حلم، حمد ربي وشكرته اني جيت مع الجيل القديم، لانه علاش يعطوك خبره، يخافوا عليك، نصائح، خاطرش حتى هما تعلموا من الجيل اللي اقدم، صديق الجيل اللي اقدم منهم. ف يزكيو عليك، صح دي فيكونوا شوية قباح معانا، بصح تعلمنا منهم بزاف حاجات. الجيل الجديد كان أصوات جميلة جدا، كان المواهب جميلة جدا، لكن طبعا ما كاش جو يجمعنا كامل احنا مع بعضياتنا، وهذا يسمع هذا. الجيل الجديد شوية ما يسمعش، يمكن ما يحبوش النصائح ولا مش عارف كيفاه، فيمكن احنا ما عندناش وين نتلاقاو. فلازم لهم دعم، لازم لهم دعم، لازم لهم يد تعاونهم كامل، باسكو فريمون عندنا مواهب ذخر للوطن للجزائر. فنتمنى ان شاء الله انهم يلقاو دعم، انهم باش يتواصلوا ويكون فيه مكان وين نتلاقاو احنا كامل، باش نمد الخبره تاعنا مع الاساتذه القدم، نمدها مع الجيل تاعي ولا الجيل اللي جاي ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. هذا انت قدمتي الكثير من الطبوع الموسيقيه والانواع الفنيه، لكن كثار يقولوا شنو هو النوع الموسيقي اللي تقدمه ندى ريحان؟ النوع اللي نقدمه الاغنيه اللي نحبها الاغنيه الجزائريه. كي تقول لي ستيل واش تقدم، انا نحب يحطوني زعما الفنانه الجزائريه ندى ريحان، الفنانه الجزائريه. كي تقول جزائريه تقول الاغنيه الامازيغيه، الاغنيه الشاويه، الاغنيه الصيفيه، الاغنيه القبائليه، الاغنيه الاندلسيه. صحيح. هذا واش معناه الاغنيه الجزائريه. كي تقول مثلا فنان خليجي يغني لون خليجي، بصح كي تقول جزائريه راهي غنيه، راهي تراث كبير. فما نحبش نبقى محصوره في لون واحد، لانه من اجمل الاغاني اللي سمعتها في حياتي كلها هنا في الجزائر. على كل حال انت يعني ابدعتي في كل الانواع. صح، وراهم يجوا يعني حتى من العالم العربي يجوا يدوا اغاني من التراث الجزائري ونجحوا بها وعملت رواج. ف سي ان تريزور بور موا لا شانسون الجزائريه. غيري ندى ريحان على الاغنيه الجزائريه كي يديوها المشرق. اكيد، خاطش نقول علاش واش كنت نقول لك، الدعم المادي يعمل اشياء كثيره. صحيح. فيجي فنان عربي يدي اغنيه هو بالامكانيات تاعو، بيان سور ماشي وحده، خاطر عنده شركه انتاج، فيسجلها في احدث الاستوديوهات، يعملها احدث التقنيات، توزيع موسيقي يعني روعه، وكيفاش نقول لك، والانتشار الاغنيه، هما هذا
في هذه اللي شويه هذه النقطه هذه اللي تغيضني، هما عندهم الترويج في العالم العربي يعرفوا كيفاش يروجوا الاغنيه، هذه اللي شويه ناقصه عندنا. فاكيد تغير بالصح تفرحوا من تم تقول اغنيه جزائريه. صح. على كل حال تقدمتي اغنيه عربيه مميزه جدا، هي اغنيه سامحينا، قلت لي في الكواليس انها من اعز الاغاني لقلبك، احكي لي على هذه الاغنيه الجميله جدا. اغنيه سامحينا يعني هي وجهتها لل موجهة للشعب الفلسطيني الطيب، نقول لهم إن شاء الله يا ربي احنا قلوبنا كلها معاكم ونحبوكم، ويعني وما يخفاش انه حب الجزائريين للشعب الفلسطيني طبعا الفلسطيني معروف. يعني حب قديم ولن يندثر ولن يذهب ولن يزول يعني مدى الحياة ان شاء الله يا ربي. كانت في وقت ما يعني ما عندهاش يا ربي، عندها سنة يمكن صاروا هكا مشاكل في فلسطين، و فقلت لازم نستغل الشيء كان مخبي فيها هو التلحين. فكنت انايا ما نحبش نقول انا ملحنه، كنت نحب كل واحد نعطي له الملحن بقيمته الكاتب كلمات، لكن هذه المره فجرت فيا حاجه كنت دائما مخبيتها، فقلت لا لازم نعمل حاجه. ف يعني في الالبوم الجديد راح نكتشفوا انا كملحنه. اكيد اكيد على بالك، وحتى لما نتعامل مع الملحنين يقولوا لي يا ندى ما تبدليناش اللحن، عطينا لك غنيه بصح ما تبدليش اللحن، نحب نغير. فشفت انه عندي هذه الموهبه، قلت علاش ما نستثمرهاش في الاعمال الجايه. وخير دليل انه اغنيه غزه سامحينا اغنيه جميله جدا، ونشكر كاتبه الكلمات وهي كاتبه شاعره ناشئه كانت تشتغل في المحاماه، فعملت لي هذه القصيده وقلت عندك ثقه فيا؟ قالت لي اوكي. قالت لي نشوف الملحن فلاني ملحن، قلت خليه، عندي حاجه في قلبي حابه نوصلها صوت ولحن للشعب الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه. قدمت هذه التحفه الفنيه، في رايك ندى ما هي اهميه هذه المبادرات الانسانيه والفن الملتزم في حياه الفنان؟ لا، الفن الملتزم اكيد ما يموتش، يبقى مع الفنان مدى الحياه. صحيح مليحه الاغاني العاطفيه والاغاني اللي الاغاني هكذا الافراح وكل يعني مع واش انا نعيشوا حنايا، لكن الاغنيه الملتزمه هي تحمل قضيه، تحمل عنوان لبداية شعب ما ولا لبداية مسيرة نضال ما، فهمتني؟ فالأغنية الملتزمة تبقى، والأغنية الملتزمة أنا أقول الأغنية الملتزمة مش فقط أنه ما نحتاجوش مادة. أنا لما عملت أغنية سامحينا وعملت لها الكليب أنا ما كنتش محتاجة مادة من أي شخص. علاش يقول لك الالتزام؟ أنك ما تحتاجش مقابل. المقابل تاعي هو واش كان، هو كان انه الاغنيه توصل واحساسي وصل، وما كنتش نتخيل انه كانت راح تعجب بزاف من الناس، ويعني كان الناس تسمعها. انا الان عليك مزاكي نسمعها نبكي، يعني ديفو ما نحبش نسمعها بزاف، شغل تحس فيه شجون في صدق. فيمكن هذه اصدق اغنيه واجمل اغنيه غنيتها في حياتي هي اغنيه غزه. صحيح اكيد، واول الاغاني اللي غنيتهم كذلك اكيد مشوار حافل بالنجاحات، لكن يعني ربما في بدايه مشوار ندى ريحان الكل كان ينتظر انك توجهي للعالم العربي خصوصا مع خامه صوتك الطربيه، لكن هذا ما تحققش، لماذا؟ صحيح انه بدايتي كانت صغيره جدا، وكنت لما مشيت مهرجان الاغنيه العربيه في دوله البحرين كنت اصغر وافده، كان عندي ذاك الوقت 17 سنه، وكانوا العمالقه، وكانت بعثتني الاذاعه الوطنيه، يعني باش نقول انه التلفزيون الجزائري والاذاعه الوطنيه كانوا سند لي يعني الحمد لله. وكنت سجلت اول البوم خليجي 100% مع تعامل سعودي جزائري، وصدر مع شركه انتاج كبيره نقول اسمها لانه أكيد. مع فنون الجزيره، وهذاك الوقت فنون الجزيره كانت تشتغل غير مع الفنانين الكبار، شركه رائده في العالم، شركه رائده. ولكن حسيت روحي مازالني صغيره، شو خفت الشهره، وكان عندي التزام عائلي هو زواجي، تزوجت صغيره انا بزاف 18 سنه، فما حبيتش كما قال لك مكتوب الله، فهما خيروني بين الزواج وتبني أسرة وبين الفن. أنا اخترت حياتي لأنه شفت بليك ما كنتش مستعدة، على بالك ألحن وشباب مهرجانات ومن بعد تدخل في الشو بيزنس، يعني العالم الفني تم على الكلمة يعني. فشفت روحي مازلني صغيرة، يعني مازال ما يعني حتى
نفسيا وفي عقلي مازال مانيش متبته روحي على جو 17 عام مازال ما متبتش روحي. فقلت معليش، قلت يا ربي ولا كتبها لي الله سبحانه وتعالى، اهلا وسهلا، ولا ما كتبهاش ربي سبحانه معليش، المهم نبقى نظيفه في نظر الحمد لله. واليوم راكي من اهم نجمات الجزائر. هذا بالحديث عن مدرسه الحانوت شباب، انت كنت خريجه من هذه المدرسه، اليوم رانا نشوفوا عوده المدرسه، كيفاش تقيمي هذه المدرسه؟ اكيد على بالك كل الحانوت شباب دوكا ما يسموها قولوا عوده المدرسه، صحيح. انا نقول الحانوت شباب هي الدار، الدار اللي تضم الفنانين، هي علاش نقول انا دائما نقول لهم دخلت الفن من باب الواسع. وهو واش هو الباب الواسع؟ هو الحانوت شباب. علاش؟ خاطرش عندك تلفزيون، عندك صحافه، عندك ناس تتبع فيك، فيهيئولك كل الاجواء، يعني حتى حاجه ما تخصك، المهم انت تشتغل وتحط الصوت. لكن بعد الحانوت شباب لازم تعتمد على نفسك، الاستمراريه معليش يحاولوا لو كان يعاونوهم شويه، يعني خاطر شعر بالك هما راهم صغار وما عندهمش، يعني واش قلت لك الدعم المادي، يتخرج من الحانوت شباب يروح باش يسجل في الاستوديو ويقولوا لا يقولوا لازم تخلص الاغنيه، لازم تخلص كاتب كلمه، فهمتني؟ فيا ريت يعني مش فقط اللي يدى الجائزه الاولى والثانيه والثالثه اللون بو هادو داو جوائز، حتى الفنانين الاخرين يدعموهم، يعني لو كان بمبلغ بسيط يا سيدي وما يديروا ان سينجل. ومن بعد كل واحد لازم يعتمد على نفسه، يعني التلفزيون الحمد لله التلفزيون الجزائري عمل مبادره جميله جدا، يعني كل القنوات صحيح. الجزائريه فتح لك الباب واعطاك المجال، صدق عمل لك انغوند، عمل لك اشهار كبير، فانت لازم من بعد تعتمد على نفسك. ما تقلقش، انا نتمنى لهم التوفيق. انا نتمنى لهم كل نجاح، يعني ونقول لهم انا لما تخرجت من احام شباب اللي كانوا معايا كامل ما كاشهم راحوا، كل واحد وظروفه، لانه احنا جينا في ظرف كان شويه صعيب، فانا نقول لهم الحمد لله دركا ما عندكم كلش، الانترنت وعندكم كما قال لك عندهم، يعني ايزون تو لي مويا وكاين اللي يتساعدوا مع بعضياتهم. فنقول لهم اعتمدوا على نفسكم، والحان وشباب يعني مدرسه جيده، يعني حتى هم يتعلموا الطبوع، يتعلموا المقامات، صحيح. هذه بدايه للطريق ان شاء الله تكون جيده لهم، لكن كمان نقول لهم دعموهم شويه كمان ان شاء الله. هذا على كل حال كنت حدثتيني على البوم جديد، ربما اخر سؤال احنا نحكيوا على هذا الالبوم، احكي لي شويه على التعاملات وهذا العمل الفني المنتظر لدى ريحان. اكيد دوك ان شاء الله الكليب راح يدخل في عمليه المونتاج، على بالك انت كصحفي، فراح ان شاء الله نعمل له دعم ان شاء الله ودعايه، وانترو تون راني نخدم في الـ في الـ في الالبوم سر ما نقولش، لكن اغلبها تكون من كلمات شعراء اكيد معروفين، والالحان ديالي ان شاء الله، وان شاء الله في الوقت باش نعاود نجي ونزورك ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ونعطيك الجديد ان شاء الله. ربما سؤال اخير، كنا حكينا على مواقع التواصل الاجتماعي وترسيعها لبريق النجوم، هذا ريحان غائبه تماما على مواقع التواصل سواء تويتر او فيسبوك، لماذا؟ صح لازم لك وقت، فهمتني؟ لازم لك وقت، ولازم الناس اللي كنت فتحت عملت فيسبوك بوان، ماشي انا اللي كنت نديرو، فالغالب بيراتاوه على الخامسة ونصف صباحا نذكر كيما اليوم، فقررت انه ان شاء الله مع العودة تاعي دركا لازم اكيد، لانه الفنان الان راه محتاج انه يكون عنده فيسبوك، يكون عنده تويتر، وقت تعرف الاخر على الاقل حتى في العالم العربي، ولا اللي حاب يتبعه، ولا في العالم بأسره الوسيلة سهلة انك باش توصل للفنان. اكيد هاد المواقع كلها ردت العالم كله، المسافة قريبة هكذا، يعني في رمشة عين، فالناس والآن الحمد لله حتى الجاليات الجزائرية راهي في كل البلدان في العالم بأسره، يعني مش في البلدان العربية، حتى البلدان الأوروبية يحبوا يتبعوك، يحبوا يتواصلوا معك، والفنان محتاج لهذا المواقع لأنه باش يعرف الناس الرأي تاع الناس فيه، مش فقط الرأي تاع المجال الفني. شكرا جزيلا ندى ريحان، على كل حال نتمنى لك التوفيق في كل المشاريع المستقبلية. نختموا بصوتك الجميل، نهديوها لجمهورك والعشاق ندى ريحان من خلال برنامج وجوه ثقافية. وش تحب تسمع؟ أغنية من اختيارك. الأغنية من آخر الإنتاج تاعي قولوا له يرجع، هي أغنية من كلمة ألحان الأستاذ نور الدين الغالي، نحييه بالمناسبة ونهديها لكل الجمهور الجزائري والجمهور العربي. غضبان علي حبيبي ما عرفت علاش وعلاش،
غضبان علي حبيبي ما عرفت علاش وعلاش قولوا له يجيني نتفاهموا وندير الكاين ما كانش ما كانش قولوا له يرجع قولوا له يرجع حبو مازل طامع ويكرني منك طالياس الله قولوا له يجيني مال حبيبي معاديني طن عليا ويزرنينا غير قدام عيون الناس قولوا له قولوا له. شكرا. إذن ندى ريحان شكرا على قبول الدعوة. مشاهدينا الكرام إلى هنا نطوي أوراق هذا العدد من برنامج وجوه ثقافية. شكرا على حسن المتابعة وإلى لقاء جديد.